القائل في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: ألا بالذكر الله تطمئن القلوب. الآية: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، إلهي أعطني محبتك ومعرفتك. عباد الله، رجال الله، أنيسنا لأجل الله، وكونوا أمنا لله، عسى نهضى بفضل الله. بالبركة والكرامة شهد القدير ولي الله بشفاعة نبي في صلاة الله، على صفي سلام الله، بموهدي نخلصنا من البلوى يا الله. كتاب ويا أنجاب ويا سداد ويا أهباب، وأنتم يا أولي الألباب، تعالوا انصروا لله. سألناكم ولي سلفا رجعناكم، وفي أمر قصدناكم فسدوا أزمكم لله. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي، أشادتي بشارتي
وياس أفواتنا kekal abadi. Manusia hidup kan tentu mati. Marilah kita berbenah diri sebelum maut datang menemui. Beriman takwa, buat apa menumpuk harta
kalau iman tak ada di dada. Allah Gusti kami mohon hidup selamat dunia akhirat. Ta'alawan suruh